تلبس مدينة كسلا في فصل الخريف ثوبها الحقيقي وتكتسي بسحر الطبيعة وجمالها الأخذ، وتزدحم روافدها السياحية المتعددة بالقادمين لها من داخل وخارج الولاية، وتزدهر وتنشط السياحة فيها وتبلغ ذروتها في يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام. نهر الجاش من المعالم السياحية المميزة لمدينة كسلا التي يداوم سكان المدينة وزوارها على التردد عليه طيلة فصل الخريف، لذا ليس بغريب أن ينال عبارات المدح والإطراء ممن يداومون على التمتع به أثناء فترة بقائهم بالمدينة. لقينا إنه كسلا تستحق إنه الزول يجيها من مسافة 9 ساعات، ولقينا فيها حاجات جميلة مثلا كالجاش، نهر الجاش والجبال والسواقي وكلها، يعني كلها على بعضها يعني حاجة جميلة كده، وأتمنى كل الناس يزوروها. على ضفاف نهر الجاش يكون مشهد المساء أكثر روعة، ويكثر زوار الجاش كلما اقتربت الشمس من مغيبها، وفي هذه الفترة تزدحم ضفافه بالمحبين والعاشقين، وتمتد على طول تلك الضفاف جلسات الأنس بين الأحباء والأصدقاء، وتكتمل الراحة النفسية للزوار مع متعة المشاهدة باحتساء القهوة الشرقية التي تجعل النفس أكثر هدوا، وتبلغ النشوة ذروتها مع سطح المغنين بالشعر الذي يحكي عن روعة الجاش وحب أهل كسلا له. كسلا مدينة جميلة جدا جدا، بالأخص الجاش به رفاهية عامة جدا جدا تماما، لكن بيفتقد للكورنيش، وأنا غايته في رأيي إنه القاعدة مفترض يكون فيه زلط على الضفاف وكورنيش وإضاءة وإنارة، حتى القهاوي غير منظمة. أنا بتمنى إنه كمان القهاوي دي تكون بمنظام ويكون فيه كورنيش وإضاءة كافية إن شاء الله. يا فراشي حاير يا فرايحي لون، يا فراشي حاير يا فرايحي لون، امشي زور القاش ذنبك مفتون، كل عاشقك جنة وبهواك مفتون، كل عاشقك جنة وجنة وبهواك مفتون، ليه تسيب السافر تملى قلب شجون. إن أجمل ما في الجاش إطلالته الموسمية والتي تمنح مدينة كسلا لوحة جمالية متناسقة، وتزداد تلك اللوحة بهاء وجمالا بالسواقي الممتدة على ضفتيه وجبال التاكا وتوتيلا الواقع على الجهة الشرقية لها. بجد يعني هي مدينة كسلا مدينة سياحية، فمن أجمل المناطق السياحية فيها والأساليب هي نهر الجاش، يعني هو رغم أنه نهر موسمي لكن معظم المواطنين يجوا يقضوا فيه أوقات جميلة وبيرفهوا، حتى الأسر بتجي زايرة عليه، وأنا بعض الأحيان أكون عندي متسع من الزمن بقوم بجي زيارة لنهر الجاش أرفه فيه وبرى فيه الأشياء الجميلة والأصدقاء والأصحاب وما شابه ذلك. ومن سمات السياحة في مدينة كسلا أيضا السواقي توتيل، لكن نهر الجاش يعني هو نهر موسمي فيطل عليه مدينة كسلا موسميا، وبالتالي الناس بيتوافد عليه ويرفه فيه ويكون يجد فيه مرتعهم وسياحتهم وترفيههم. نحن سعداء أكثر بفصل الخريف ثم نهر الجاش الذي يفيض سنويا في هذا الموسم، وبه تزدان ولاية كسلا روعة وجمالا وألقا. هذا النهر ينحدر من الهضاب الإريترية
ويروي دلتا نهر القاش، ولكن مروره بمدينة كسلة يضفي عليها ألقا جديدا وجمالا. عرف نهر القاش منذ القدم بالدجن ومأرب، وأطلقت عليه البجا أوغاش، وتعني هذه الكلمة المياه الفوارة المندفعة بقوة. وهناك علاقة وطيدة ورابطة متينة بين القاش وجبال التاكا وتوتيل نشأت منذ قيام مدينة كسلة، ويكفي أنهما اللذان يمنحان المدينة القيم الجمالية ما بقيان، وبقيت كسلة في هذا المكان. الناس بيعتمدوا عليه في كثير في حياتهم وما ينفكوا عنه، لأنه هو صلة حياة والنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل الشرق جميعا، والبجة خاصة وأهل كسلة أخص خصوصية. لأهل كسلة يعني روعة مع القاش وجمال وإتقان وإبداع، وهم يحبونه وهو يحبهم يعني، هو مصدر خصب ونماء وجمال وخضرة زي ما شايف، وهو نعم من نعم الله سبحانه وتعالى وهبة من هبات الله سبحانه وتعالى في الأرض. وسئل زمان يعني عرابي هذا القول يذكرني بالقاش، يعني بالعلاقة بين الجبل وبين القاش مثلا، اثنين يعني الصنوان لا يفترقان أبدا. فسأل الإعرابي صديق بين اثنين من أصدقائه يتخير واحد منهم أيهما أحب إلى نفسك من هذا، يعني سألوا في صديقين، قال لهما عندي كركبتي البعير يقومان سويا ويقعان سويا، كذلك الجبل والقاش لأهل كسلة هما عندنا كركبتي البعير يقومان سويا ويقعان سويا. ارتباط البجا بالقاش وارتباط القاش بالبجا تاريخيا ووجدانيا نابع من كون أن البجا قوم لا يحبون الهجرة والبعد عن مناطقهم، لذا كانت علاقتهم بالقاش علاقة حب وعشق دائم. والبجا يتحسسون القاش منذ قدومه لمدينة كسلة ويستقبلونه بالبشرى والترحاب، ولأبنائهم على وجه الخصوص عادة هي أقرب إلى الفراسة يتعرفون بها على مدى الخير الذي يحمله النهر لسكان المنطقة عند قدومه. وزمان أهلنا هنا يعني بالذات في الحلنجة يقول لك القاش ده لما يجي بيرسلوا له خبير، الخبير ده مهمته يأخذ غرفة من موية القاش الغبرة دي ويشربها، يحدد الموية دي يتنبأ، يعني يقول لهم السنة دي عيش السنة دي لبن، أو يقول لهم لبن وعيش معنات القاش ده اندفاعه ده فيه خير وبركة كبيرة جدا لأهل كسل وأهل المنطقة. المهم هو قيمة من قيم الجمال التي وهبها الله سبحانه وتعالى لأهل كسل وتغنى بها الشعراء والفنانين، وهذا مصدر للإلهام للشعراء ومصدر جمال وخير وبركة لأهل كسل جميعا. رغم الحب الذي يكنه سكان مدينة كسلة للقاش والحميمية المتبادلة بينهم، إلا أن النهر الذي يطلق عليه النهر المتمرد والمجنون ينجرف أحيانا عن مجراه ويقتحم المدينة الوادعة الجميلة ويحيلها إلى خراب. فكم من مرة قسى القاش على كسلة وجعلها تجأر بالشكوى من قساوته حتى على ألسنة الشعراء. شن سوينا فيك يا قاش؟ جيت شايل معاك اللوم مرسل شوك بدون عنوان، فات وصفه خيال شاعر وفات الحد والحسبان، شوقا كسر الحيطان وخلى الناس بدون جيران، لا خليت عمود واقف ولا خيمة فقير فلسان، وموتة غطت الاثنين وكل الضاق حالات قربك فقد ضل وصبح حيران. شن سوينا فيك يا قاش عشان ما تزرع الأحزان؟ من اللي بيقبل يكون الحب جزاه الفرقة والحرمان؟ من اللي بيقبل يكون الشوق شقوا دمعوا فراق اخوان؟ بلاك ماك عارف الحالة وظروف العيشة والأزمان، لا راعيت مشاعرنا لا راعيت مشاعرنا غنان الفيكة والألحان، لا راعيت جبال كسلة ولا راعيت كمان أهل اللطاف وحنان. وبمثل ما يمثل نهر القاش مصدر السياحة بمدينة كسلة، وهو مصدر ومورد المياه الأساسية بولاية كسلة، حيث تتعدد استخداماته بين الشرب والزراعة والرعي، ويعتبر الري بمشروع القاش الزراعي المعتمد على هذا النهر من أقل أنواع الري كلفة في السودان.